بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلنا على خير هنا لمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا مع الجمهور الودادي. تبارك الله الجمهور عازم ومصر أنه يساند اللعابة إن شاء الله بإذن الله، والله يوفقهم، وإن شاء الله عندنا واحد الأمل كبير في الفريق وفي المدرب وفي الستاف التقني في الستاف التكنيك بأننا إن شاء الله غنديو هذا الكاس ونهديوها إن شاء الله بإذن الله الرياضي الأول صاحب الجلالة، ونهديوها للشعب المغربي ونهديوها للأمة الودادية إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله الرحلة كانت طويلة وشاقة، مرورا عبر مدينة الدوحة بقطر كانت جماهير تكاتفت بغزارة من فرنسا من إيطاليا من المغرب من دول مجاورة، وإن شاء الله عندي معلومات بأن كاين جماهير غتجي من الموزمبيق، وكل شيء عازم باش يشجع فريق الوداد البيضاوي إن شاء الله فريق الأمة باش يفوز بهذا البطولة إن شاء الله الأولى إن شاء الله السوبر ليغ، إن شاء الله نديوها معنا الكازا المغرب بإذن الله. جينا من هولندا أمستردام 12 ساعة إن شاء الله ديال الطريق، حنا دابا في جوهانسبورغ رايحوا اليوم في جوهانسبورغ بدا إن شاء الله بريتوريا باش نشجعوا فريق الوداد البيضاوي، وحنا معاكم ديما وكلوا رجال الدراري، وان شاء الله الرباح ان شاء الله حنا جينا باش نجيبوا الرباح، ضاربين 8500 كيلومتر باش نرجعوا معنا الكوب ان شاء الله وديما وداد. لا بدات كاين تحسن في الاداء وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. لا متفائل، حنا جايين ما جايين من هولندا غير متفائلين، وجايين دراري من بلجيكا ودراري من المغرب والناجين من فرنسا جايين من انترناسيونال، دراري كاملين ان شاء الله غيكونوا اليوم حاضرين وحنا معاكم، وكنقول اللاعبين يكونوا رجال، حنا جينا معاكم السراء والضراء، تكونوا ان شاء الله رجال وجيبوها باش تفرح القلوب ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.